أنا توني استلمت المحل، فأول خطوة أن أجيب الأثاث. تأسس مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة من قبل بنك البحرين للتنمية، وذلك لتشجيع روح الإبداع والابتكار في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في مملكة البحرين، عبر تزويد هذه المؤسسات بالموارد والخدمات المناسبة لنموها خلال السنوات الأولى من تأسيسها. الحاضنات الصناعية بالنسبة إلي هي أحسن شيء صار حق الصناعات المتوسطة والصغيرة في البحرين. بدونها ممكن تكون صناعات صغيرة متوسطة أنها تنمو أو تبدأ شغلها بدون الحاضنات. ما بقول لك إن العملية كانت وايد سهلة ولا وايد صعبة، وهاي شيء زين. والبزنس بلان أو الخطط العمل هذه تغيرت كثيراً يعني إلى ما وصلت إلى الخطة النهائية اللي أنا قاعدة ماشي عليها حالياً. And of course, it didn't go very well at the beginning. No. And it was really, as she said, it was a mess in the kitchen. وتتم عملية التحاق المشاريع بالمركز ضمن إجراءات تسجيل يسيرة جداً. وأهم المعايير للانخراط في الحاضنات أن تكون فكرة المشروع مبتكرة ومدروسة جيداً. أول صعوبة وأكبر صعوبة يمكن أكبر تحدي إنه موضوع التكلفة، تكلفة بداية الصناعات. رحت إلى البي دي بي ورحت إلى مركز الحاضنات وعرضت عليهم فكرتي يعني، ويعني الحمد لله أن كانوا متعاونين وياي، وكان في يعني كان في نقاش صاير بيني وبينهم على القضية يعني، إلى أن ما توصلنا لنتيجة أنهم اقتنعوا في فكرتي وقدموا لي التمويل المطلوب يعني. وطبعا الحاضنات بعد قدموا لي الفاسيليتيز اللي احتاجها او الخدمات اللي احتاجها. احنا الحمد لله وفقنا ان احنا نحصل مبلغ يعني يغطي، خلينا قرض عن طريق بنك التنميه، فالامور مشت الحمد لله بحكم انه ما كانت الميزانيه ترهقنا. ويوفر مركز الحاضنات بيئه محفزه لرواد الاعمال، حيث يركزون على تنميه مشاريعهم والاستفاده من الموارد المشتركه المتاحه بما فيها المرافق والتسهيلات، وكذلك الاستشارات والخدمات الأخرى المقدمة من خبراء وموظفي المركز. اللي عجبني في الحاضنات هو الجو العام اللي موجود. الجو العام يعني جو جدا مشجع بالنسبة حق الناس اللي يبون يكونوا في مجال صناعة مثلا أو تقديم الخدمات يعني. في كثير حتى من الورشات اللي احنا ممكن نتعاون معاهم في هالمجال كلهم موجودين في نفس المنطقة يعني. من مميزات ان انا حصلت مكتب هنا مو مجرد ان مساحه واربع اطوف، المميزات ان انت في منطقه او نفس ما تقول مجموعه من الاشخاص كلهم متواجدين تفكيرهم نفس الشيء، بغض النظر عن فكره الشركه او مشاريعهم اللي يسوونها، الفكره النهائيه كلهم اشخاص مؤسسين شيء، شركه جديده، فالتفكير متقارب، المشاكل اللي يمرون فيها، الأهداف والطموحات، حلو إن الواحد يكون بين مجموعة حتى تحس بالطاقة اللي فيها المحل وتشجعك. هذا المحل هنا يعطيك أولاً أجواء احترافية ومهنية، هاي طبعاً شغلة واحدة. الشغلة الثانية الناس اللي موجودين هنا جداً متعاونين معك ويتفهمون احتياجاتك، يعني ما في شيء عندك أبيض أسود تماماً، يعني ساعات أنت تحتاج مساعدة معينة الموظفين الموجودين في قدر استطاعتهم يحاولون يساعدونك. فهذا الجو الودي اللي بيننا دائماً ما في، يعني دائماً أروح أدخل على أي واحد أتكلم معه أحتاج شيء، إذا يقدرون يساعدوني. فهذا كله يساعدني أنا أن أركز على عملي، على أساس العمل اللي أنا عندي، وأشياء ثانية هم يساعدوني فيها اللي أنا ما عندي يمكن خبرة كافية فيها ولا ما عندي الوقت الكافي اللي أنا أسويه يعني. ونظراً لنجاح تجربة الحاضنات، تم تدشين مركز الأعمال والذي يتيح للمشروعات الصناعية والاستثمارية الملتحقة بالحاضنات والمتخرجة منها الحصول على الدعم المالي والخدمات ذات القيمة المضافة العالية. I think the whole thing, you know, they gave us a good price, they gave us a good support, they gave us all the flexibility to set up this office. Means LSS also is a growing establishment. Is also a set for any company like BBIC to have a customer with, and we are also happy with the kind of support they gave us. ويشكل إنشاء مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة استمراراً لسياسة مملكة البحرين الخاصة بتحسين أداء نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال فريق عمل المركز وشراكته مع المؤسسات المحلية والدولية.
يا مال كرافت إن شاء الله مستقبله بيكون العالمية إن شاء الله. يعني إحنا بدينا بخطوة بسيطة بس أنا طموحي كبير. المستقبل نطمح إحنا بيكون في الحاضر، نكون في الحاضنات، نكون وصل درجة إن نصنع أول سيارة رياضية أو تسمى بالسوبر كار. بالنسبة لهذا المكان الآن صار صراحة صغير يعني، وإحنا الآن يعني نمينا إلى مستوى معين، إلا لازم ننتقل من هالمكان الصغير إلى يعني مكان أكبر. الشغلة المهمة إن أنت قاعد صحيح طلعت من المكان كمبنى، بس جبت معاك خبرتك، جبت معاك الاستشارات اللي قاعد فيها، جبت معاك مثل ما قلنا الدردشة لما تقل مع الآخرين تستفيد منها. بنك البحرين للتنمية يهدف أن يكون الممول الرئيسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، وأن يكون عاملاً مساعداً في التنمية الاقتصادية من خلال دعم المشاريع المتنوعة والأفكار المبتكرة التي تعزز النمو النوعي للمملكة. أساس الاقتصاد هو الأفكار الموجودة عندك، سواء كانت الشركة عودة أو صغيرة، لما أنت تقدم فكرة جديدة حق السوق الكل راح يستفيد منها. يعني أنا دائماً قاعد أحاول أحمس الناس أن لا تفكرون بس فقط في الوظيفة، حاولوا تسوون شيء لنفسكم، والخدمات موجودة، السيرفيسز موجودة، يمكن مو على أكمل وجه، يمكن فيها نواقص بس موجودة، والناس يقدرون يستفيدون منها بشكل يعني جدا ممتاز. يعني إذا هم كان عندهم أولا الرغبة الصادقة في أنهم يسوون شيء حق نفسهم. يعني دعونا نساعدكم في تحقيق مبادراتكم، نرجو الاتصال بنا على 1735888888 أو زورونا على موقعنا على الإنترنت.